هادو غادي يكون هما المهم اللي حس ديالنا هكا نحتاجوهم في رمضان، كيجي زوينين بزاف ما نعاودش لكم عليهم. السلام عليكم الغزالات ديالي، كدايرين لاباس؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن حال. معكم بهيجه من قناه النصري برودكشن، القناه ديالكم اللي كنتمنى من الله تعالى كل المحتوى ديالها كينال الاعجاب ديالكم. الناس اللي كدوز بالصدفه ما ترددش انها تشترك معايا، دير لي تعليق وتخلي لي واحد اللايك، وما غاديش تفوتني الفرصه. كما كنقول لكم دائما نشكر الناس اللي كتزاد القائمه ونقول لهم اهلا وسهلا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا مع بعض فطائر سهله مهله لرمضان، يعني دابا على الابواب ان شاء الله رمضان. هنا عندي زلافه ديال الفوص اولا دقيق الرطب، غادي نزيد زلافه اخرى يعني جوج زلايف غتعبري باي مكيال عندك ديال الفوص، وزلافه ديال الفينو. صافي هذا ما كان الفينو لا بدا، انا كنديرو في هاد المعجنات كيجي زوين، ما كيجيوش صعب على المعده. الا بغيتي غير الفوص ممكن ديريه بوحدو. هنا ان شاء الله غادي نضيف الملحه، وغادي نضيف واحد ربع معلقه ديال خميره حبيبات. الا عندك حتى معجنه ممكن ديريها، غير هكا الا سخن الحال خميره حبيبات ما كتحمضش الفطائر. هنا عندي ربع المعالق ديال الزيت، وممكن تضيفي حتى واحد ربع معلقه ولا نص معلقه ديال السكر سنيده، انا نسيتها وما عنديش فيها سوق، يعني ما كنديرهاش بزاف حيت بصح الفطائر كما شفتوا في اول الفيديو كيجيو مذهبين وزوينين، لا داعي اننا نضيفوا سكر سنيده. ديالي وحطيتها غادي ترتاح ان شاء الله، لا بدا ترتاح باش تخرج لينا الجلوتين بديك البلاستيك وهذا، وغادي يعني تخفف معنا العجينه. هنا عندي جوج بصلات خضاريات اولا اللي بغيتي، عندي فلفله خضراء وعندي فلفله حمراء. ان شاء الله غادي نديروا الخضره ديالنا تقلى على نار عاليه شويه كما تنقولوا دائما. غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف، غادي تجربوها وغادي ترجعوا ليا الخضار. عندي هنايا الملحه باش تعاون ليا الخضره انها طيح شويه، وغادي ان شاء الله نحرك على الخضره. والخضره كتبقى حسب الموجود في الدار، مره مره كندير حتى الكرنب اولا المكور كما تنقولوا حنا باللغه باللهجه ديالنا. هنا غادي نضيف الكفته. هنايا مشيت عند مول الكفته ديال لاداند، قلت ليه يطحن لي الكويس، جربوا هاد المره انه يطحن لكم غير الكويس، كتجي خفيفه ولذيذه احسن من السدر ديال لاداند اولا الديك الرومي. هنا بقيت نقطعها وطريفه طريفه، خليتها شويه باينه، وغادي نضيف هاد الحبه ديال الطماطم اولا ديال الماطيشه اللي كتعطي واحد النكهه لهاد الكفته، وكتفتيها وكتجي لذيذه بزاف، جربوها ورجعوا ليا الخبر. عندي نص معلقه ديال الكمون، وعندي نص معلقه ديال الخرقوم، والتوابل كيبقاو كما بغيتي حسب الذوق ديالك، ممكن تضيفي اي حاجه، معلقه ديال التحميره اولا البابريكا. وهنايا عندي شويه ديال الابزار، ما غنكثرش حيت غادي نزيد شويه ديال الهريسه، وعندي شويه ديال السكنجبير. هادي نص معلقه ديال التوابل ديال الحوت، كيلددوا الكفته ديال لاداند ولا الديك الرومي كيجي ولا اروع. هنا عندي ربع معلقه ديال الثوم بودره، ممكن تضيفي حتى البصله بودره، ممكن تضيفي الزعتر، ممكن اي حاجه بغيتيها. هنا ملي طابت يعني الكفته غادي نضيف واحد ثلاثه الفرماجات، كيعطي واحد التعليكه لهاد الحشوه وكتجي لذيذه لذيذه، صدقوني اعتمدوها في رمضان ان شاء الله. هنا عندي ربع معلقه ديال الحار اولا الهريسه، وكما قلت لكم يعني الحشوه جات لذيذه، دقتها عاد عاود اكدت لكم يعني. وغادي نضيف واحد الزيفه صغيره ديال القزبر معدنوس، وهنا كنت طفيت النار، غادي نخلي على الحشوه تبرد وغادي نمشي للعجينه ديالي. هنا خديت الزبده ديال البواطه، ضربتها مزيان مع شويه ديال الزيت حتى ولات كريمي، وزدت عليها شويه ديال الخميره حمراء.
هنا العجينه ما خليتهاش تطلعات ولا خمرات ولا، يعني على ما قد ديت الحشوه ديالي خليتها تبرد وجيت رجعت ليها. بسم الله على بركه الله غادي نبدا نخرج دي بول تقريبا قد المشماشه، كوم سا ما غاديش تجيني الفطائر ديالي غلاضين وخشان. على الفطائر شويه يطيحوا غير شويه يعني ويرتاحوا باش يجيوني ساهلين في الخدمه. عندي الزيت، عندي الخميره بليتو ماشي الخميره، الخميره حمراء مع الزبده اللي قلت لكم، وعندي الدقيق فورس مع شويه ديال الفينو. غادي ان شاء الله نبدا كنطلق في العجينه ديالنا عادي كاننا بغينا نديرو المسمن المربع الطريقه العاديه جدا. كندير شويه ديال الزبده، كندير شويه ديال الخليط الفينو والدقيق الرطب، وكنبدا كنربع المسمن ديالي وكنحطو على جنب. هنا غادي ان شاء الله نحك واحد شويه ديال الفرماج، بغيتو الفطائر ديال الورده، اما الفطائر الاخرى غادي نكتفي غير بالحشوه حيتاش معلكه وزوينه ولذيذه. هنا كان عندي هذا الزيتون يعني اسود اولا زيتون كحال، تنقطعو من الوسط وكنفرقو على جوج، يعني ما كاينلاش نخرج نشري زيتون اخر. ممكن ديري خضر، ممكن ديريه دوائر اللي حبات لك نفسك. هنا كنت بديت في هاد الفطائر ديال الورده. هنا العجينه ديالي كانت ارتاحت تماما والحشوه حتى هي بردات. غادي ان شاء الله نبدا معكم وغادي نشوفوا مع بعض الفطائر ديال الورده. بالنسبه للبنيات يعني المبتدئات اللي باقي ما عمرهم داروه، ساهلين بزاف وكيجيو في المنظر ولا اروع. هنا غادي نبدا بهاد الفطائر المربعه اللي يعني المغلوقه، يعني اللي كتكون مسدوده ما كتبانش الحشوه ديالها، كتجي مرقه وزوينه. وهاد العجينه اعتمدوها عندكم، ما فيها حتى حاجه صعيبه، يعني كل شيء اللي موجود في الدار وكتجي ولا اروع. هنا ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعض الفطائر ديال المربعه اولا تنقولوا فطائر بحال المسمنه مربعه. كنجمع لي هذيك الجنيبات وكنحط هاد النص ديال الزيتونه وكنهبط عليها مزيان، ومن بعد ملي ترتاح في اللاطه كنعاود نهبط عليها الزيتونه باش ما تطلعش ليا في الفران. هكا تيكون المنظر ديالها وكتجي سهله وسريعه وفعلا لذيذه ومرقه. هنا غادي ندير معكم الفطيره ديال الورده اللي كما قلت لكم بزاف البنات يقدروا ما يعرفوش. هكا وكنجيب القطعه ديال البيتزا وكنمشي لهذاك الحرف ديال المربع وكندير زاويه قائمه سهله مهله. تقدر تكتفي غير بسكين او لاموس، تقدري تكتفي بالقطعه ديال الشباكيه، اي حاجه عندك. ما كنمشيش بالقطعه حتى تلاقي هذوك الزاويات القائمه، ولكن غير هكا شويه وكنعاود وكنوقف باش تجيني شكل ورده وكيجي منظر زوين بصراحه الله. غادي نحط الحشوه ديالي، والحشوه يعني كندير واحد الكميه معقوله باش تجي عامره الورده، وكنضيف عليها واحد شويه ديال الفرماج محكوك. الفرماج ديري اي فرماج، انا دائما كنخدم بالموتزاريلا، هذاك الشيء اللي تيكون عندي كنقدي به، ممكن ديري حمر ممكن اللي بغيتي. وغادي نجمع الجنيبات اللي قلت لكم راني قطعتهم بالقطاعه وكنضغط من الوسط، كنبدا نفتح هذوك الدويورات اللي كيشكلوا لي ورده، وكنحط الزيتون نص الزيتونه ديالي وكنضغط عليها مزيان باش هي اللي كتشد لي العجينه. هكذا ان شاء الله تنستمر، طريقه سهله مهله. وباقي كما قلت لكم غندير معكم 10 ولا 9 ديال الطرق ديال تشكيل عجين عجائن رمضان او لا فطائر رمضان، كيجيو زوينين بزاف. وغادي نعاود معكم ان شاء الله هادي باش هكا البنات تشوف مزيان الطريقه. كنحط الحشوه، كندير دوك الفتحات اولا دوك زاويات قائمه في الركن ديال المربع، وكنحط هكا الحشوه ديالنا. الحشوه كتبقى حسب الذوق، غير انا هادي بغيتكم تجربوها حيتاش بصح لذيذه. كندير شويه ديال الفرماج محكوك وكنجمع هذيك الجوانب، كنضغط من الوسط تما فين غنحط الزيتونه، وكنفتح هاد الجناب باش ما تحطش ليا العجينه على الاخرى وما يبانش ليا شكل الورده.
هكذا كنصام ان شاء الله، ونتمنى انكم تجربوا هاد الفطائر وتجربوا سورتو الحشوه تاع تجي لذيذه لذيذه بزاف، وفي رمضان ما شاء الله الله يدخلوا عنا بصحه وسلامه وزيد الرزق وجميع المسلمين والمسلمات. هنا ان شاء الله درت واحد البيضه، درت فيها شويه الخل، غادي نخلطها وغادي ان شاء الله بعد ما كملت الفطائر ديالي غادي ندهنهم، ندهن لهم الوجه ديالهم باش تيجي ديك اللون ذهبي وزوين، وان شاء الله ما تيطلبوش بزاف د الوقت. وهنايا كنبدا كنوسع شويه هذيك الفتحه باش تعطيني شكل ورده، وكنعاود نضغط على الزيتونه حيت كاينين الناس اللي تيقول لك تطلع لي الزيتونه في الفران. إيه ملي كتنفق العجينه في الفران وكتطلع وكتورق كتطلع الزيتونه على درجه حراره 200 تحمر من التحت، وهذا غادي يكون هو الشكل ديالهم، كيجي ولا اروع. انتما كتشوفوا بعينيكم، انا ما غاديش نبدا تنشكر الصوره، كافيه انها تخليكم تقولوا بلي الفطائر فعلا جات لذيذه وجات زوينه. ما غتفوتنيش الفرصه باش غادي نفتح معاكم، ها نتوما كلهم مورقين وزوينين، هادو بزاف تيعجبوني. وكما فطائر الهامبرغر اللي ساهلين بزاف، حتى هادو ساهلين في ساعتين وجدوا، ها نتوما كتشوفوا الداخل ديالهم ما كايناش العجينه، داكشي علاش تنوصيكم البول ديال العجينه ما تكونش غليظه. هكذا ان شاء الله نتمنى يعجبكم هاد الفطائر الرمضانيه ان شاء الله. ها نتوما كتشوفوا هادو حتى هما كيجيو لذاد وكيذوبوا في الفم، وطريقه كما قلت لكم سهله، غير الشوف انكم بداو تحلوا شويه هاد الشكل اللي كيدير لنا شكل الوريضه باش تجي في الفران ولا اروع. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والفطائر الذهبيه عجبتكم. كانت معكم بهجه من قناه النصري برودكشن، والسلام عليكم. هات لي في الاول سكسو، هات لي في الاول سكسو، ولا تخلي حد يمسو، لا تخلي حد يمسو، هات لي في الاول سكسو ولا تخلي حد يمسو، يكون في شي طبسيل كبير بالزبادي راوي، وعمل عليه غنمي وخضاري رايقان فيسا، دير تفايا مع الزبيب ولوز وبصلة، كداك سفا فراخ من الحمام مردومة وسخونة، مع الشعرية للغاها عشيق، والروز يطيب مليح بالحليب الصافي، أرى من الفدا والشربه.